الفكره مش في ان هو حاجها ولا مش حاجها، هي المفروض لازم يبقى عندها ثقه في جوزها. فكره ان هي الست يوصلها مساله ان هي بدات تشك فيه او ان هي عايزه تدور وراه في الموبايل في الفيسبوك في غيره، فبالتالي مش هتهدى غير لما تجلب الدنيا جحيم وتجلبها نكد. لان في البدايه الموضوع لو ما كانش فيه ثقه، العلاقه دي ما كانش فيها ثقه، فالعلاقه دي عمرها ما هتكون مستقيمه، لان الموضوع ده هيوصل معاها لمرحله مرضيه مش هتخلص، ما هيبقاش معاها غير المشاكل والنكد في البيت، وممكن في لحظه يوصل للطلاق. ولكن هي المساله محتاجه ان انت يعني توصلي لمرحله ان لازم تبقي متمسكه بالسلام النفسي والاجتماعي اللي بيحيط باسرتك. انت في الاول وفي الاخر زوجك، يعني لما ان شاء الله يتورط ويقع ويتكشف اكيد هيبقى في كلام، لكن هنبقى المساله مضيعين الوقت في الجري ورا الشكوك، ويبقى دليلك الاساسي او الواعظ الاساسي ليكي مجرد شك يخليكي تقعد شهر وشهرين وثلاثه كل تفكيرك ان انت ازاي توصلي للباسورد بتاع الفيسبوك، او ان انت تعرفي قائمه اللي متسجلين عنده على الموبايل. نهايتها الاساسيه ان الستات لازم تبقى عاجله اكتر من كده، يعني ما تبقاش كل تحركاتها وكل الجحيم والحريقه اللي تعملها في البيت على مجرد ان هي شاكه فيه او ان هي ما عرفتش توصل لاي حاجه من الموبايل بتاعه.